طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. مع قرب الانتخابات النيابية تزداد الوعود الانتخابية، فالمرشحون يعيدون المواطنين بالوظائف وبالمنح والتعويضات، والوزارات تكذب هذه الوعود. فلماذا يلجأ المرشحون لهذه الدعايات؟ ألا يعرفون أن العراقيين يعلمون أنها وعود كاذبة؟ هل ما زال هناك من يصدق بالوعود الانتخابية بعد 18 سنة من عمر العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي؟ لكن بالمقابل، أليس هناك من العراقيين من ما زال يصدق بهذه الوعود؟ بل أن منهم من يثقف لهذا المرشح وذاك. كل هذه التساؤلات نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان: هل يصدق المواطن العراقي بوعود المرشحين للانتخابات البرلمانية؟ تعرف السلطة التشريعية على أنها هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين، مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها، إضافة إلى سن القوانين، حيث للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر، لكن على ما يبدو في العراق فإن السلطة التشريعية لها مهام كثيرة، منها تقاسم الوزارات والإدارات والحصص والاستثمارات، وكذلك عمليات فرش الطرق بالإسفلت ومادة السبيس كما هي معروفة في العراق، الرمل والحصى المخلوط، أو نصب محولات الكهرباء الجديدة. تتنافس القوى والكتل السياسية في محافظات العراق خاصة الشمالية والغربية على الشعارات والبرامج ذاتها، وأبرز تلك الشعارات متعلقة بالوعود المرتبطة بعودة النازحين إلى منازلهم ودفع تعويضات لأصحاب المنازل المدمرة وإعادة إعمار المدن والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، وصولا إلى إطلاق فرص العمل ومعالجة أوضاع جيوش الأرامل والأيتام التي خلفتها صفحة احتلال تنظيم داعش وما أعقبتها من معارك. وهي الشعارات والوعود نفسها التي رفعتها الكتل ذاتها خلال انتخابات 2018 ولم تحقق منها شيئا لغاية الآن، إلى جانب الحملات السابقة لتعبيد الطرق ونصب محولات الكهرباء ورفع النفايات وتوزيع السلال الغذائية التي بدأت هذه المرة مبكرا جدا عكس الانتخابات السابقة. تجتهد القوى السياسية في إقامة المؤتمرات في الساحات العامة والحدائق في مناطق محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى والتأميم وفي حزام بغداد، وتناقش هذه القوى ملفات النازحين والمختفين وتحصيل تعويضات للمتضررين وإطلاق سراح المعتقلين، والتي عادة ما يتم جذب الجمهور من خلال إقامة ولائم للطعام أو توزيع الهدايا. في هذا السياق أقر مسؤول في العاصمة بغداد في حديث سابق مع صحيفة العربي الجديد في يونيو الماضي وبما يصفه ممارسة مهام وواجبات الدولة من قبل بعض القوى السياسية في ملفات على تماس بحياة المواطنين، وكشف بأن بعض الكتل تتبنى برامج ووعودا الحكومة نفسها غير قادرة على الإيفاء بها في الوقت الحالي، وذلك لأسباب سياسية ومالية كما قال، كما يجري الآن في محافظات نينوى وصلاح الدين. وأضاف هذا المسؤول لصحيفة العربية الجديد بأن الحكومة لا يمكن أن تدخل على خط تكذيب شعارات أو وعود الكتل والأحزاب السياسية حتى لا يفهم بأنها تصطف مع طرف ضد آخر، لكن يجب على مفوضية الانتخابات
أن تتولى دورا رقابيا سريعا، خصوصا فيما يتعلق باستغلال بعض رؤساء الكتل الذين يتولون مناصب وزارية أو برلمانية. طبعا في تصريح سابق أيضا للنائب عبود العيساوي اعتبر فيه بأن أغلب البرامج الحالية للكتل عبارة عن استصغار لعقول الناخبين، وأضاف بأن على المرشح أن يركز على برنامجه الانتخابي ويبتعد عن تعبيد الطرق وإصلاح الخدمات لأنها ليست مهمته وتمثل تجاوزا على دوائر الحكومة، ويدخل أيضا في شراء الذمم ونخر مؤسسات الدولة واستغلال المناصب كما قال. من الوعود التي يطلقها المرشحون توفير الوظائف، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب أمس السبت نفت وجود وظائف في موازنة العام الحالي، لكنها تحدثت عن درجات محدودة لوزارتين فقط. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح إلى صحيفة المدى بأن موازنة العام 2021 لا تحتوي على تعيينات جديدة باستثناء 1000 درجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديدا للباحثين الاجتماعيين، إضافة إلى 150 درجة للسياحة. أضاف كوجر بأن هناك درجات أخرى تتعلق بما يسمى بالحث والاستحداث، وهذه غير مرتبطة بالموازنة. وأشار إلى أن الكثير من الوعود في الانتخابات بشأن التعيينات لكنه وصفها بالكاذبة داعيا إلى عدم تصديقها. انتهى كوجر إلى أن موازنة العام الحالي واضحة التفاصيل، أما موازنة العام المقبل فلا نعرف عنها شيئا كونها لم تنجز لغاية الوقت الحالي. كذلك نفت وزارة الهجرة والمهجرين تصريحات نواب في البرلمان بحصولهم على استثناءات لشمول أسماء معينة من النازحين بمنحة 1.5 مليون دينار عراقي المخصصة للعائدين إلى مناطقهم. المتحدث باسم الوزارة علي قال بأن الوزارة حذرت من الترويج لتلك التصريحات وزجها ضمن السباق الانتخابي، لافتا إلى أن أي استثناءات للنازحين يتم نشرها من قبل النواب غير دقيقة. وفي وقت سابق أعلن نواب في البرلمان على صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي في العراق عن قوائم لأسماء معينة من النازحين يدعون بأنهم قد حصلوا على موافقات بشمولهم بالمنحة المالية. إذن تزداد الوعود الانتخابية مع قرب الانتخابات. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن، يعني هل ما زال هناك من يصدق بالوعود الانتخابية من العراقيين برأيك؟ السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبا. أخي عمر، كل واحد يصدق بالدعاءات الانتخابية هو ما يفتهم كل شيء. شلون؟ لأن قبل وعدوا، يعني قبل قالوا راح نعطيكم قطعة أرض وراح نعطيكم وظائف، وكل واحد يعني حياة مستقرة، كلهم كذب بكذب لا تتوقعوا. يبقى لطلق فدش كم متر وقال لك أنا أضع وشوف هاي أحد أعمالي والجاي أحسن، وهذا يقول أنا جئنا من أجلكم وسنستمر من أجلكم، هو كله كذب. لأن هم مو يعني ما ينتمون للعراق، يعني أكو جلاوزة يعني جو بالحكومة، هم ما يهتمون لأمر الشعب. يعني بلغ له 200 متر 100 متر، هذا اللي قال لك انا راح اطلع السجناء كذب، هذا يقول لك راح ارجع جماعه جف الصخر كذب. هم العراق حرقوه، يعني ما بقوا به شيء خير، دمروه. حتى راح يجي لك 4 سنين ويخمط ما يخمط وراسه بارد وما يهتم بالفقير. زين يقول لك وظائف، وينك وظائف؟ زين يقول لك الموازنه الجايه ما زين، فلوس العراق وين تروح؟ يعني هم واحد يصدق بيهم، ودول هم كلهم دجالة حرامية لصوص ولا يخدمون الشعب. يعني يقول لك أنا وعدك بوظيفة كذب. هاي مال الشؤون الاجتماعية أكو ناس مقدمة صار لها كم سنة ما يطرهم رواتب، والله هالشهر ماكو، على الشهر الجاي. هاي مال المتقاعدين، وفالذلة ومهانة للمتقاعدين اللي يشوفون ذلة ما يتحمل أي إنسان. فلا حد يصدق بالوعود دولة. وما دام لي راح اعطيكم سبب معين، يعني هم ما دام حزب الدعوه العميد يحكم العراق، اي واحد ما يقدر كل شيء يسوي،
لا يبلغ ولا يوظف ولا يزرع ولا يحفظ ولا اي شيء. فما الحكايه تعود هذه الدعايات الانتخابيه. والمصيبه فد واحد يعني بالبدايه انتخبوه اسمه ظافر العاني، ظافر العاني هذا نايم صار كم سنه ما سمعنا فد يوم اجى حكى ويا المنطقه اللي انتخبته قال مش محتاجين ابي اعطيكم شارع اشوف لكم كهرباء اشوف لكم الماي كلها كذب ونايك عن هذا يعني كلهم. السلطة التشريعية يعني وظيفتها هو سن القوانين والتصويت على القوانين المقترحة من قبل الحكومة، هذا صلب شغل السلطة التشريعية بالعراق. بس احنا من 2003 ولغاية الآن نشوف يعني تصير صفقات داخل البرلمان او خارج قبة البرلمان بين البرلمانيين لتوزيع الوزارات، الحصص، الاستثمارات، هذا شو له علاقه بشغل السلطه التشريعيه؟ دولة السلطه التشريعيه هي سلطه يعني يمشون بها على قرارات. هم دول يقولون راح نسوي كذا، سوينا هيك قانون، فعندنا في شي قانون، بس تنفيذ ماكو. تنفيذ ابدا ماكو. يعني ذاك اليوم واحد حمال يشتغل بالشورج يقول انا عندي بكالوريوس وما حد يوظفني. يقول لك درجات وظيفيه ما في حكي، اخي ذولا لا حد يصدق بيهم واللي انتخبهم هم واحد اتعس منهم، اتعس ما بدي احكي حكايه محلوه، اتعس منهم وما يفتهم ابدا. العراق هذا العراق خير، يعني خيرات العراق كلها تروح لاعداء العراق. نعم. وذولا ما يعني ما يسوون شيء العراق ابدا، ولا يتوقع منهم اي شيء. ابو حسن من بغداد كلام معنا، شكرا لك. ابو عمر من بغداد، ابو عمر يعني هل ما زال هناك من العراقيين من يصدق بوعود المرشحين للانتخابات؟ يعني نفس الوعود اللي بال 2018 اطلقوها بإعادة النازحين، اذا تحدثنا عن بعض المحافظات، إعادة النازحين، تعويضات البيوت المدمرة، الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، هناك وعود انتخابية في محافظات أخرى بتوفير وظائف، تأتي مثلا اللجنة البرلمانية، اللجنة المالية في البرلمان تكذب وتقول بأن الموازنة، موازنة عام 2021 ما بيها وظائف. من أول حياك الله أستاذ عمر وحيا الله قناة الرافدين البطلة. يا أهلا بك أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ عمر. إحنا من 2003 ولحد الآن اليوم يعني الشعب العراقي سؤال، إذا كانت هاي يدعون بها الدعايات الانتخابية سوف نعمل سوف كذا سوف سوف، هاي المفروض عيب عليهم أصلا من يقلوها كافة يعني شعوب العالم كله. يعني دولة 18 سنة ما سوت شيء وهسه الآن دي يقولون راح نعمل كذا وكذا. طيب هاي الأمور سمعناها ما بين تشكيلات حكومات المتعاقبة السابعة العفو السابقة اللي حكمها العراق، هاي سلطة الأحزاب. احنا الوعود اللي سمعنا من عدة هواية كثيرة لكن التنفيذ قل لي شنو؟ ماكو أي شيء، لا من مجال الزراعة ولا من مجال الصناعة ولا من مجال التعليم ولا من مجالات الأمور الأخرى اللي يعيشها المواطن العراقي، كلها ما نفذوا من عدة أي شيء. يعني عندك مجال الزراعة الفلاح، يعني أكو بعض الفلاحين يعني يصرفون من جيبهم مبالغ يعني من أجل أن يكونون عرضهم يعني خصبة وباقية للزراعة يعني ما عافته، راحوا حرقوا الزراعة وحرقوا المحاصيل الزراعية. أيضا الثورة السمكية هم خلصان من عندهم، راحوا ذبوا الأسماك. يعني شفنا بالأيام السابقة كيف يعني حطوا السمك الثورة حلوه دواء وقتل يعني هواي أطنان من التاب. نعم. يعني زين احنا يسر. إذا نحكي على الانتخابات بالتحديد، يعني أنت تعرف أبو عمر والعراقيين يعرفون أنه قبل كل انتخابات، وربما هذه الانتخابات بدأت الدعاية الانتخابية مبكرة جدا، يعني قبل الانتخابات بأكثر من 5 أشهر بدأت زيارات المرشحين وواقف بالشارع كأنه مدير بلدية ينصب محولة ويبلط شارع وهو مرشح لسلطة تشريعية، لسلطة تشريعية لا ليس لها علاقة بالسلطة التنفيذية، اللي هذا واجب السلطة التنفيذية أو الوزارات اللي تابعة إلى السلطة التنفيذية. يعني هل هذه الوعود بعد 18 سنة ما زالت تنطلي على المواطن العراقي من قبل المرشحين؟
برأيك هل هناك من العراقيين من يصدق بهذه الوعود؟ أستاذ عمر بالنسبة بالطبع يعني لا، يعني هسه يعني وين مكان الحديث في كافة أبناء الشعب العراقي. أستاذ رافض هاي الحكومة، يعني جميع الحكومات اللي حكمت العراق من أبناء كافة، لأن كلهم أحزاب متآمرة ضد الشعب العراقي، ما شافوا من عندهم شيء، ما يصدقون أي وعود. يعني هذا خلي مثل نقدر نقول يتكلمون عن نفسهم بحيث طريقة بأنه الشعب العراقي هاي 18 سنة ما فهمهم. كل الشعب العراقي هم ناس كذابين يحاولون يعني يستغلون المواطن يعني بهاي يعني أكاذيبهم المزيفة بالوعود الكاذبة، لأنه هم ناس قتلة سفاكين دماء، سرقوا أموال الشعب العراقي من 2003 وما زالت السجون، يعني ما أطوا عفو عام، ما رجعوا النازحين، ما أطوا لهم أي تعويضات. هاي أبسط الأمور اللي يعني شاف أبناء شعبنا. يعني هم لو يريدون يسوون سووا من هاي الايام الفاتحه، يعني مو بس انت صارت انتخابات كذا كذا وكذا، انتم ناس كذابين دجاله، ما عندكم اي ولاء، ما عندكم اي حب للمواطن العراقي. هاي الامور اللي تتذكرون بها وتحجون ممكن تنفذوها قبل الانتخابات، فهي من واجبكم، من واجب السلطه التنفيذيه ومن واجب السلطه التشريعيه تنظر هاي الامور بعين الرحمه والشفقه. اللي قاعد يعاني في ناس شنو ذنبهم؟ يعني خمسه من 2015 2014 ما لاقي ولدهم، ما لاقي جثثهم، ناس بسبب هاي ماتت وراحت اولادهم. انت ترى بان ليس هناك من العراقيين من يصدق بالوعود الانتخابيه؟ استاذ كاحنا مواطنين عراقيين في بغداد المحافظه ما مصدقين من عندهم، لانه ما بدنا نعلم حصه تموينيه ما قدمونها. يعني هاي ابسط ما يكون وزاره اللي كافه الوزارات اللي بالعراق ما بينت اي يعني اي شكل اي شكل اي اتخاذ اجراء للمواطن العراقي بحقه، ما سوت له وعود، فكيف يعني نصدق بهذه الوعود الكاذبه؟ اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. علي من واسط معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علي، هل ما زال هناك من العراقيين من يصدق بالوعود الانتخابية، وعود المرشحين للانتخابات المقبلة؟ ما حد يسوي العبارة والله العظيم، ولا واحد ينتخب ولا يشارك الانتخابات، حتى لو نروح نشارك نتخطى ما نتصح حتى ما يروح صوته هيك. والله بس أنا مناشدة أريد أقابل رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي. شنو قضيتك؟ أنا رجال معوض. إي والله العظيم، وأتمنى توصلوا صوتي الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ما عندك راتب رعاية اجتماعية؟ كل شيء ما عندي. نعم. ما رحت أنت؟ ما رحت أنت للرعاية الاجتماعية؟ ما رحت؟ رحت وقدمت. قبل ايش قد رحت وقدمت؟ قبل تقريبا سنتين ونص. ايش ردوا عليك؟ وبواسط ايش قد؟ لعبت علي اللجان بواسط اظن نسبة عجز ما طالع، يقول لك تقدر تشتغل ما اعطيك نسبة عجز. ها يعني ما حصلت على 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 نسبة عجز. أبداً. صار لك ايش قد انت مصاب؟ عمري 9 سنين وانا مصاب. شنو أصاب يعني؟ شظية، طلقة، شنو الحادثة؟ لا يعني موتور مال مي. ها والله. وأنت ما تقدر تشتغل يعني؟ أنا لا الحمد لله والشكر أشتغل وخير من الله. نعم. بعد ليش تريد تقابل مصطفى الكاظمي؟ ها اللي أنا أريده يساعدني براتب، يشد لي طرف. ها تريد يعني يشد لك طرف؟ اي والله الف رحمه على والدي. نعم علي، ان شاء الله الصحه وعافيه، وان شاء الله يسمعوك الناس الخيرين. علي من واسط كان معنا.
أبو علي من صلاح الدين. أبو علي الانتخابات قربت والوعود كذلك الوعود الانتخابية كثيرة، لكن نفس الوعود بال 2018 اطلقها المرشحون في ذلك الوقت وما تحقق منها شيء. اليوم نفس الوعود تعاد الى الواجهه في الشارع العراقي. انت برايك اكو بعض من العراقيين من يصدق بهذه الوعود؟ يعني مثلا توفير الوظائف، مثلا صرف التعويضات لكل المتضررين، اعاده كل النازحين الى بيوتهم، كشف ملف المغيبين. هل برأيك هناك صدقية من قبل المرشحين في هذا الأمر؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أتمنى البلد العراقي أن أحب المخلوقة العراقية قبل. نعم الله يسلمك، تفضل. السعادة والخير والمباركة. والله والله من أبو علي صوتك أبو علي صوتك يقطع، يا ريت ترجع تتصل بينا مرة ثانية، الصوت ده يقطع مدى نفهم عليك. أبو علي من صلاح الدين. معنا أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر، هل يصدق المواطن العراقي بوعود المرشحين للانتخابات البرلمانية؟ أستاذ عمر، بالنسبة للعراق ما إلى ثقافة انتخابية، ما عنده ثقافة انتخابية. نشوف الملصقات اللي للمنتخبين يعني اللي موجودة بالمناطق. نشوف أي رجل وطني يعني مرشح نفسه للانتخابات سواء من الجماعة القدامى أو هسه حاليا، يروحون يشققون الملتق مالته حتى لا حد ينتخبه. فما عندنا احنا ثقافة انتخابية بالعراق. أشوف مقتدى الصدر يقول أني ما راح أشترك بالانتخابات، ينتج الانتخابات يروح يشترك. ليش؟ لأن الشغلة كلها تزييف تزييف، والشعب العراقي مغلوب على أمره لأن هو أصلاً ما يريد حقه. شلون؟ ما يريد حقه يا أستاذ. لأن شوف هسه هاي الثورة التشرينية اللي صارت وينها؟ توقفت وراحت والنسى كل هذا الحكي والنسى. لا ما النسى أبو ياسين، يعني 800 شهيد، 35 ألف جريح. أنت تدري حتى القمع اللي صار بثورة تشرين. نعم. يعني ما صاير، يعني كأنه أنت داخل في حرب مع دولة أخرى. عمليات الاغتيالات استمرت، الملاحقات لهذه اللحظة مستمرة بحق الناشطين وبحق المتظاهرين، والإعلام المتصل بالأحزاب والميليشيات وحملة التخوين، كل شيء له ترحية. تريد شيء أضف إلى ذلك؟ جت كورونا وقفت العالم كله. يعني دا شوف أنت حتى المغيبين، وشوفها من 2003 والقتل وسجون الأبرياء، شفت مناسبة وطنية أو دينية أعطوا بها عفو؟ ماكو، لأن هم مستهشين الشعب العراقي. هاي الأحزاب والذيول اللي موجودة بالعراق ما تخرج بانتخابات حقيقية، مستحيل هاي. نعم. فهاي الانتخابات كلها تكون مزورة وفاشلة، ونفس الوجوه القبيحة تبقى. هذا احنا زي ما يجي المرشح ويقول انه راح نوفر وظائف او نصرف تعويضات وتطلع تطلع الوزاره المعنيه. اذا نتحدث عن الوظائف، طلع جمال كوجر عضو باللجنه الماليه البرلمانيه وقال ماكو وظائف، هذه الموازنه 2021 ما بها وظائف. تطلع وزاره الهجره والمهجرين يقول لك عمي ماكو منحه المليون ونص. لا تصدقون بقوائم المرشحين، يعني طبعا ماكو وظائف لانها كذب. عيني عينك عين عينك، كل الموظفين السابقين اللي موجودين مستفادين. هذا ياخذ رشوه فوق راتبه، وهذا ياخذ مدري شنو، كل هالعراق رشوه وسرقه. فما حد انتخابات شنو، وظايف شنو. انت تدري بزمن النظام السابق اي واحد يتخرج من الكليه تشوفه ثاني يوم يتعين باي وظيفه بدوائر الدوله. هسه ماكو. ليش ماكو؟ لأن الفلوس كلها تروح لهم. نعم. للنشالين اللي جوي
مع الأسف على أمريكا اللي جابتهم. ما نقول أكثر من هذا. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. أبو علي من صلاح الدين يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم وبياكم، والله سعيد بصوتكم. الله يسلمك. سعيد والله بصوتكم. الله يخليك ويحفظك. الله يبارك بيك عيني. أستاذي من 2003 لحد هاي اللحظة. نعم. ما شفنا راحة ولا حسينا براحة. أنا مواليد 1957، خدمت بجيش العراق السابق 14 سنة. يعطيك الصحة والعافية. 14 سنة ومعوق في الحرب العراقية الإيرانية. نعم. يعني إيد وحدة والحمد لله. بس الظلم، بس حاسين بس بالظلم، إحنا ما نقر على شيء. رسالتي أولا لكم والرئيس الوزراء والكل شريف، ظلم الأبرياء، الأبرياء النايمين بس يجوا صار لهم أكثر من 10 سنوات مو ضمن غبلي يعني. نعم. أبصم على ورق أبيض. للأسف الشبكة ضعيفة جدا، هناك يعني مشكلة في الاتصال مع أبو علي، ظاهر الشبكة بالعراق أو بالمكان اللي هو موجود به مو قوية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، مدارس، مستوصفات، نعتني بالزراعة، نعتني بالصناعة. حان الوقت أن ينفذ، وهو البرنامج الذي يتعلق بالتحسين الاقتصادي والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتوفير الفرص للجميع وتطوير الزراعة وتشغيل المرأة ورعاية التربية والتعليم. 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من القبيل. تلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة. هذا الذي تقوله؟ نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية. نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم الصدرة. أهلا بكم من جديد. طبعا احنا شفنا قبل شوية هذا البرومو وذكرنا بالوعود الانتخابية موفق الربيعي بانتخابات 2010 عندما قال بأنه سوف نعد المواطن العراقي بمسكن وراتب والراحة والأمان، وطلع حسين الشهرستاني في ذلك الوقت نائب رئيس الوزراء في عهد نوري المالكي لشؤون الطاقة وتحدث بأنه العراق سوف يكتفي من الطاقة الكهربائية في عام 2013 بل سوف يصدرها إلى الخارج، والوعود كثيرة منذ العام 2003 ولغاية الآن والمواطن العراقي لم يرى منها إلا الكلام وذهبت أدراج الرياح. معنا اتصال عادل من بغداد، تفضل عادل. أخي من أمريكا بكلم أمك، أعطيكم تصوير. عادل من بغداد؟ إيه. تفضل عادل. أخي أنا ما أفهم عليك عادل، أكو مشكلة بالاتصال. عادل من بغداد كان معنا. نعم عندنا اتصال. من الاتصال؟ كيان من بغداد. أخي كيان، يعني مع قرب الانتخابات النيابية تزداد الوعود، تزداد الوعود من قبل المرشحين، برأيك هل يصدق المواطن العراقي بوعود المرشحين للانتخابات البرلمانية بعد 18 سنة من الوعود الكثيرة التي لم تتحقق؟ أول شيء مساك الله بالخير أستاذ العزيز. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا بك. وتحية طيبة لك وللك بالكادر وللقناة هاي من القلب للقلب. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك.
شوف استاذ العزيز خلنا خدمك شغله هسه موفق الربيعي طلع بالشسمه هذا شوف موفق الربيع حكى هو سولف قال قطعت ارض كل مواطن وما صالح للشرب وراتب هذا هاي كلها وعود كاذبه هم هذول اساسا كلهم اقوال هذول كلهم عباره عن اقوال انا اقول مع الاسف على المواطن ينضحك عليه 18 سنه هذا غير مواطن 18 سنه وعود وكذب يضحك عليك يعني انت يا المواطن قلوك بدم ارخص شيء بالعالم هسه الدم العراقي ارخص من الحاجه بربع الدم العراقي لا ماء صالح للشرب لا كهرباء لا عمل لا صناعه لا زراعه لا تعليم يعني لا صحه صحه ما يعني المستشفيات بها قضيه قوارض هاي ما صايره دول العالم ما صايره هاي كلها ما موجوده روح انت نفس الجنوب يعني شو تريد بعد شو يسوون بيك؟ والله لا رحت على هذا اللي قاعد يشوف العراق يعني بعد 20 سنه حسب التقارير يقول لك دجلون فوقي انتهن على بدل ما نصير احنا بلد الرافدين ينتهن لان دجلون فات اعمارهن ما نعرف ايش قد اعمارهن وتروح تحط السبعه مع الاسف عليك ولا تروح تحط السبعه والله حل بيك بعد لا تطلع تشتي ولا تطلع تعب اعلام ولا تطلع تسولف ولا تتذمر بشارع ولا تتذمر ببيت ما تدير يبيع دقائر احترامات المهن كلها على راسي اداره واختصار يشتغل دليفري يعني وين وصلنا احنا وين وصلنا وين انا بدي اسال ذولي وين يردون ياخذونا وين ساعة يطبوننا بالدين أسمأ شيء بالوجود هو الدين الإسلام أسمأ شيء بالوجود دخلونا الطائفية دخلونا ضمور موجودين يعني وين بعد تصلوننا ونتثق بهم شنو الثقة هاي العمياء مثلا ضاربينك أبرة بنت يعني أنت المواطن أصحى يا أخي أصحى لا شفت إنسان نظيف جديد هاي الوجوه لا شفت إنسان نظيف جديد هاي الوجوه المساهم نظيف ومحترم وتحس به إيمان ما لك دخل بطائفته أنت عامل الإنسان بإنسانية أنت لا. إنسان محترم وهو إنسان محترم ما لك دخل إنه هو وربه شو عليك بدينه أنت شو لك دخل المهم إنسان محترم ويشوف بكفاءات ويشوف هذا الإنسان بجد يريد يشتغل ويريد يخدم الوطن هذا الوطن مو جريح الوطن نهو هذا روح له والله انت تبصم له بالدم ماكو مشكله بس اما ترجع عليه نفس الوجوه عيب هاي وحده واسمح لي استاذ العزيز رؤساء العشار هاي رساله لكم يعني عيب عليكم والله عيب عليكم التاريخ يسجلها التاريخ وعليكم تسجل تهوسون الدول وتستقبلونهم ما بضايفكم اساء الشعار العراق عامه لا تستقبلون يا اخي اي واحد ما بضايفكم ليش تستقبلونهم وتهوسونهم ليش مو عيب ادعموا الناس النظيفة ادعموا الناس الجديدة الناس تشتغل بالوطن صح يا أخي هم ملعون بالإعلام ليتهم السياسية وإحنا ما نصلح السياسية وانت تروح تقومهم شنو انت مريض بغيبوبة تذيب كذيب ما شوف ناس أرامل مطلقات تروح للقاعدة العامة تريد تطلع تقاعدها يسامونها على شرفها يا أخي وين نوصل بعد يا أخي وين نوصل ما تقول لي وين نوصل اصحوا وانتم يعني عيب عليكم رؤساء العشائر لا توقفون لو تستقبلون اي شخص بما ضايفكم عشائر العراق عامه ما اخصص اي واحد عامه كلكم عشائر العراق احنا هذا العراق ترى العراق تاج راس الكل العراق هو العراق عمره 11000 سنه العراق علي غبار ينفض الغبار ويقوم العراق شاب ما يكبر ولا يصيب شخوخه العراق زين شو نفسر اخي كيان شو نفسر الشخص او المواطن اللي يثقف لجهه معينه لزعيم سياسي ويقول لا الامر راح يختلف وراح يسوي ويسوي ويسوي يعني 18 سنه شو نجرب بعد يعني هذا ممكن يكون مستفاد هو من هذا الشخص حتى يثقف له مثلا ماشي أستاذ العزيز أنا راح أجاوبك على سؤالك بس no. بعد سؤالك عندي كلمة صغيرة أحكيها بس مو رخصتك هذا مستفاد هاي وحدة وهذا
هي بالإنسان نقطة، هاي النقطة ما تضيع. هذا لوقي وهذا ما يستحي لا على نفسه ولا على عائلته، هذا شلون يقابل زوجته ويقابل أمه ويقابل أبوه ويقابل أخوه؟ من يروح يروح يدعم شخص فاسد وينصح الناس تخبوا هذا وراح تغير الأمور وراح كذا، هذا إنسان أنا أقع لي الضرب بالميت حرام. هاي كلمة واحدة. وعندي شغلة يا ناس يا عالم، يا ناس يا عالم، فاسدين سودان الناحين إن وناس أهل إلى اليوم جارت على أهلنا وناسنا باشر عقب الجور علينا، زحمة عليكم فتح بيوتكم أنتم يا أهل لا إله إلا الله، يا من قصصكم مشوية بالترب. هاي اللي يروح حتى ويعين نازح أكبر عبادة عند الله سبحانه وتعالى. النازحين ونقفولهم لا تعوفونهم، ذول أهل هذن خواتنا بالصحراء، خواتنا والأطفال أولادنا والشيوخ وكبار السن النساء أمهاتنا، وكل الحب والاحترام اللي قاعد نتألم ونتقطع قلوبتنا، بس ما بدي الحيلة، ما بدي الحيلة، عيب عليكم. فتحوا بيوتكم روحوا قفولهم روحوا ساعدوهم، ذولي والله العظيم ذولي ناس لناسنا، تعرف شنو ذولي؟ هم احنا واحنا هم، ماكو هذا الكلام. وعيب عليكم هذا احشوا ويا دول يا الامم المتحده يا الدول العربيه الى اخره، داعوا بهاي الناس رجعوها لبيوتها. نعم. عمروا مناطقهم، عمروا مناطقهم ورجعوهم، رجعوهم يا ناس يا عالم. لحنه والله سله فشله من العراق ينام في الصحراء، وهو ابو الخير، هو سيد العرب، هو تقع على راس العرب العراقي. العراقي اصله هو الاصل للعراقي، علمنا الكتاب والقراءه عندنا 60% اميه. نعم هاي شنو صدق كذب. ارقى دكاتره، ارقى دكاتره بالعالم عندنا مال المعسكر الرشيد وبرتب ضباط انقتل ولو انخطوا ولو انهزموا للخارج زحمه. وانا اشكرك واشكر قناتك الكريمه وجزيل الشكر. الله يسلمك يا من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، هل هناك من المواطنين ما زال يصدق بالوعود الانتخابية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور. أكو قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحرة مرتين. نعم عليه الصلاة والسلام. أكو ناس صدق اللي الناس السذج هم اللي يصدقون بيهم، والا الانتخابات اللي يروح لها مره يعني اذا جرت الانتخابات والناس تروح لها يعني صراحه الا اللي يعني عقله مسلوب، والا يعني تعرف شنو اللي يتغير؟ اللي يتغير وحتى على مود واحد يروح للانتخابات اشو وعودهم كاذبه، نفس الدجل ونفس الكذب مالتهم، فما ما ما تغير اي شيء حتى على مود واحد يعني يصدق بالانتخابات. فعلا عندنا انتخابات هم نفس المسميات ونفس الاشكال، مجرد يعني تغيير قانون الانتخابات، وهذا قانون الانتخابات اللي هسه هو اجى مفصل عليهم، فما اعتقد يعني راح يتغير شيء. ولا تعال يعني المحاصصه هي اللي هاي مو من ضمن الدستور راح يمشي عليها نفس الحاله، الشيء إلى رأس وزراء، السن إلى الكرد، هذا البلد القادم هيك شيء. إذا نفس الحالة للنظام، المحاصصة باقي، واللي صراحة يعني اللي صدق بهم مغفل، يعني أنا أعتبره هيك يعني من إنسان مغفل وما عنده عقل، لأنه ما كفت شيء يعني متغير حتى على مود إحنا نصدق بالانتخابات ونصدق المرشحين. هم نفس الأحزاب باقين دكتور. هذه الطبقة السياسية إذا ما تغيرت ما راح يستقر العراق، صدقني دكتور. وتحياتي لك. حياك الله عبد الرزاق من بابل كان معنا. يعني مثل ما ذكرنا بأنه هناك وعود يطلقها المرشحون في حملاتهم الانتخابية، ويأتي الرد من وزارات في حكومة مصطفى الكاظمي. تحدثنا في بداية الحلقة حول الوعود من ضمنها الوظائف، لكن البارحة اللجنة المالية في مجلس النواب نفت وجود أي وظائف أو أي درجات وظيفية في الموازنة، موازنة عام 2021،
وتحدث عن درجات محدودة فقط لوزارتين مثل ما تحدث عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لصحيفة المدى، وقال بأن موازنة عام 2021 لا تتضمن تعيينات جديدة باستثناء 1000 درجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديدا للباحثين الاجتماعيين، إضافة إلى 150 درجة للسياحة. قال بأن هناك درجات أخرى تتعلق بما يسمى بالحذف والاستحداث، وهذه غير مرتبطة بالموازنة. طبعا النقطة المهمة اللي أشار إليها، قال بأن الكثير من الوعود في الانتخابات بشأن التعيينات وصفها بأنها كاذبة ودعا إلى عدم تصديقها، وانتهى كوجر إلى أن موازنة العام الحالي واضحة التفاصيل، أما موازنة العام المقبل فلا نعرف عنها شيئا كونها لم تنجز لغاية الوقت الحالي. وتعرفون كل سنة الجماعة هي المفروض الموازنة قبل ما تدخل السنة على الأقل بشهر، أي سنة على الأقل بشهر يتم التصويت على الموازنة. الجماعة يفوتون بالسنة شهر وشهرين وثلاثة وستة في بعض الحالات اللي صارت بالعراق، ويا الله يصوتون على الموازنة. طبعا كذلك من وعود المرشحين الانتخابية هي صرف تعويضات للنازحين وللمدمرة بيوتهم. يعني على سبيل المثال وزارة الهجرة والمهجرين نفت تصريحات نواب في البرلمان على حصولهم استثناءات لشمول أسماء معينة من النازحين بمنحة 1.5 مليون دينار العراقي المخصصة للعائدين إلى مناطقهم. وقال المتحدث باسم الوزارة علي، قال بأن الوزارة حذرت من الترويج لتلك التصريحات وزجها ضمن السياق الانتخابي، لافتا إلى أن استثناءات للنازحين يتم نشرها من قبل النواب غير دقيقة. معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد أنت كمواطن عراقي، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بعدك هل تصدق بوعود المرشحين؟ لا والله ما أصدق. ليش؟ لأن هاي يسمونها هذه حكومة خليط، يعني شلون الخليط؟ أول شيء اليوم هذا قدم نفسه للانتخابات رئيس حزب الله العراري. بعد شو انتخب بعد؟ نعم. وهذا أصلاً فهم بقتل هذا الرجل هشام الهاشمي. نعم. وشكراً. إذن أنت لا تثق بوعود المرشحين أبو أحمد من صلاح الدين، كان معنا أبو عمر من واسط. أبو عمر هل تثق أو هل تصدق بوعود المرشحين للانتخابات البرلمانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. مرشحين ذاك من ذاك تلقاه شريف. ألو أسمعك. ذاك من ذاك تلقاه شريف. ألو مدى أسمعك عيني أبو عمر، تفضل استمر بكلامك. كلاوشية حرامية منافقين، لا تقطع الصوت عني، أطلبك بريحة أمك. منافقين كذابة حرامية سووا فتنة بين سنة والشيعة. نعم. بالعراق نهر دجلة والفرات اتغذت عليها السنة والشيعة، أم واحد وبطن واحد، الخال وابن الأخت، ما يفرقنا غير بس الله. نعم. زين غير ما يفرقنا غير بس الله. الإمام علي عليه السلام يا أهل يحبه يحبه، اللي كان إسرائيلي اللي كان يهودي ترحب به الإمام علي، سيدنا عمر يا أهل كان يحبه، إسرائيلي أو يهودي اللي احترمه يحبه، هاي ماكو تفرقة. هذول اللي جوني من إيران وغير إيران كلهم ضواوين، كلهم زبالة وكلهم ماشي. بس هذا الوصف السيء لا غير مسموح به. أبو عمر أنا أرجوك وأشكرك أبو عمر من واسط، ودائما نقول من يريد أن يعبر عن رأيه فليعبر بطريقة حضارية بعيدا عن السب والشتم. نعم أنت الوضع بالعراق صراحة صعب جدا، ولكن يعني إحنا في على شاشة تلفزيونية قاعدين عوائل وأطفال ونساء
وشباب، هذه الكلمات لا تليق صراحة أبو عمر من واسط. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول الوعود الانتخابية، وطرحنا تساؤل الرئيس هل يصدق المواطن العراقي بوعود المرشحين للانتخابات البرلمانية منذ 18 سنة، يعني تتكرر نفس الوعود ولكن على الأرض لا تتحقق أبسط الوعود، وعلى رأسها الخدمات وتوفير الوظائف والكهرباء، منذ 18 سنة لم تتحقق هذه الوعود الانتخابية، وهناك يعني لبس في عمل السلطة التشريعية حيث يتدخل البرلمان حاليا في عمل السلطة التنفيذية. هذا يحدث فقط في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.